بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي الطلبة وبنات الطالبات، النهاردة هنكمل مع بعض باقي الدروس بتاعتنا. لسن نمبر 5 تحت عنوان Read and Listen. Read and Listen، اقرأ واستمع. عندك New Things for the King، أشياء جديدة للملك. هنا عبارة عن ستوري في سورة أنشودة. Look at the picture، انظر إلى الصورة. What kind of home does the king live in؟ اي نوع من انواع المنزل بيسكن في الملك؟ طبعا ديورات اللي انا بعمل عليها بالضوء باللايت الاحمر دوت، دي عباره عن قلعه كاستل. تعالوا نقرا مع بعض، listen to the poem، وهنبدا نجاوب على السؤال دوت من القطعه بتاعتنا. bringing something for the king، احضر شيئا للملك. is there something you can bring، هل يوجد شيء تحضره للملك؟ bringing new things for the king، احضر اشياء جديده للملك. Put them in my castle. ضعهم في my castle أو in the castle، في القلعة. يبقى التيتشر الملك عفوا بيسكن فين يا ولاد؟ نوع المنزل بتاعه إيه هو يا ولاد؟ يبقى هنكتب هنا the castle. يبقى الإجابة هنا حبايبي هتكون the castle. هو بيسكن في القلعة. تمام؟ طب نكمل مع بعض. Bring me tables، احضر لي طاولات. اللي هعمل عليها بإضاءة يا ولادي باللون الأحمر، اعرفوا إن دي كلمات عايزين نحفظها مع بعض، أوكي؟ tables، bring me tables، احضر لي طاولات. Bring me chairs، احضر لي كراسي. Bring me cakes، تورتة أو الكعك. And bring me pears، اللي هي something like اللي هي الجوافة أو الكمثرى. Bring me golden teddy bears، احضر لي الدمى الذهبية اللي هي على شكل دب. And put them in my castle، وضعهم في قلعتي. Bring me something for the king، احضر شيئا للملك. Bring me an enormous، enormous دوت هو عملاق بيت، سرير عملاق. It must be my favorite bread، يجب أن يكون الأحمر المفضل لدي. Wait, I want green instead. لا انتظر، أريده الأخضر بدلا من الأحمر. Put in my castle. Bring in something for the king. صوبة خدناها قبل كده في الدرس السابق. And bookcase. And your TV. Bring them here right now to me. Bring them here so I can see. احضرهم علشان أقدر أشوفهم. Put them in my castle. Bring in something for the king. طبعا الأنشودة خلصت. طبعا كل الكلمات البوردس اللي عملت عليها باللون الأحمر ديت يا ولاد يا ريت نحفظها مع بعض إملائيا، الشطار الطلاب المتميزين اللي بيحفظوا الكلمات أول بأول. تمام كده حبايب قلبي. طيب هننتقل مع بعض لليسون نمبر 6. ليسون نمبر 5 سهل وبسيط، ما فيهوش حتى هو بس الكلمات فقط. تعالوا نشوف مع بعض يا حبايبي ليسون نمبر 6 بيتكلم عن ايه. تمام، ليسون نمبر 6 ماي ليرنينج. ماي ليرنينج اللي هو هيكون عباره عن تدريب عن الدروس السابقه. ليسن كويز، ليسننج كويز هنا استمع الى الكويز اللي معانا. اند تيك ذا كوركت فوتو، طبعا من خلال استماعك للاوديو بتقدر تعرف الاجابه. أول سؤال بيقول لك what do the children see، ماذا رأى الأطفال؟ طبعا احنا من خلال رؤية استماعك للأوديو هتبقى تجاوب هل هي الهايف أو النست ولا الهاوس تري. Which is Faisal the tree house، أي واحد من دول بيت فيصل اللي هو فوق الشجرة. What does Tariq live with، أين يعيش، مع من يعيش طارق. How many children are on the second floor، كم عدد الأولاد الموجودين في الطابق الثاني؟ طبعا برضو من خلال الأوديو. أوكي. Talk about it. Look at the picture of the three houses in activity number one and describe them. What do you think the bedroom are like and talk with your partner. انظر إلى الأكتيفيتي نمبر 1 وشوف الهاوس تري وابدأ describe، أوصف البيت أنت وزميلك. طبعا إحنا خدنا ده في اللتر السابق، ان احنا نتكلم عن البيت بنكتب جمل عن ماي هوم،
وايه الاشياء الاغراض الموجوده في المنزل بتاعي. Lesson number four, words and sounds, كلمات واصوات. هنا هيبقى بيتكلم الدرس بتاعنا عن الكلمات اللي هي بتختلف في الكتابه لكن لها نفس سماع الصوت. تعالوا مع بعض. Let's build a cool castle. تعالوا نبني مع بعض قلعه. تمام. Listen and read. This is instruction. Look at the words red. وتابع معانا الكلمات اللي باللون الأحمر. What sound do you hear? وإيه هو الصوت اللي أنت هتستمع ليه in these words? You can build a cool house with boxes. You will need sticky tape glue. And scissors. Use tubes to. When you build a castle with one room or few rooms. عندك هنا نطق الكلمات، عندك بتستمع إلى حاجة اسمها long U. اللونج يو هو الصوت اليو، حرف اليو الطويل. تمام. زي ايه؟ بتحس ان اليو بيدي لك نفس صوت الكلمات اللي بتحتوي على الاو. تعالوا مع بعض كده نشوفها مع بعض كده. بصوا كده عندي زو دبل او لو، نفس الصوت ولا لا يا ولاد؟ ها نيو عندك هنا cool to glue، عندك you. طب نشوف كلمات تانية. The sounds of double O اللي هو O O. The letter O O often stand for the long U vowels. تستمع للدبل O كأنه U sound. Listen. Goes. Moon. روب فود sometimes the letter OO stand for different sound. Listen. يعني مش في كل الكلمات بيكون الدبل O بنستمع ليه بيكون as long U، مش بيبقى صوت اليو طويلة. في كلمات تانية زي would. This is not long U. Thought. Book. Look. تختلف طبعا. Use the O words to talk about the picture. استخدم الكلمات عندك تكلم فيها عن الصورة الموجودة عندي. الاختلاف ما بين goes و what. Goes ال double O هنا بتكون long U. What لا تختلف. Moon. Roof. Food. Foot. Book. Look. تمام يا أولاد. طب تعالوا نشوف مع بعض. هو عايز نتكلم عن الصورة دي. هتقول مثلا I can see goes، أو هتقول goes is eating. أوكي. في كمان عندي yeah، ممكن نقول goes sits on the roof. Goes look at the moon. نكتب الجمل دي مع بعض كده. الشطار اللي بيحبوا الكتابة أو متابعين مع التيتشر في الكتابة، لو عايزين نكتب أول جملة يا ولاد بلاش هنا، خليها عشان ما نغطيش على الصورة هنا. كويس. نكتب هنا لو أنت هتتكلم تقول goes ها، يلا ملوني كده يا طعمين، يا حلوين يا طعمين انتم يا امارات. ها goes ها eats ها food. حط النقطة. ها another one another one. ممكن نقول يا تيتشر ها الجملة التانية.
ثواني بس عايزه انقل بعيد عن الجمله. ايوه الجمله الثانيه يا ابطال، هنقول جوز لوكس تو ذا مون. وهذه النقطة بتاعتي. ها ايه كمان يا تيتشر؟ ممكن ها يا ولاد جوز is setting on the roof. Setting on the roof. تمام كده حبايبي، دول 3 جمل تدربوا عليهم. لو انتوا عندكم كلمات تانية عايزين تكتبوها يكون كمان كويس جدا. بس هو الغرض كله من الليسون النهارده ان احنا نركز على اللونج يو، الكلمات اللي هو صوت اليو الطويل، سواء كانت بتطلع من الكلمه تحتوي على دبل او او لايك بلو اند نيو، لها نفس الساوند. هنا اختلاف في السبيلنج طبعا، تمام السبيلنج بيكون مختلف لكن الساوند بيكون نفس الصوت، تمام اللي هو اللونج يو. تمام يا حبايبي، طيب هنشوف مع بعض الليسون اللي بعد كده. ليسون نمبر 8 ريد اند ليسن. هنا بيتكلم عن انواع الهومز، كايند اوف هومز في البلاد المختلفه. نقرا مع بعض. Before you read, قبل أن تقرأ, people build different houses in different parts of the world. ناس كتير بتبني بيوت مختلفة في أماكن مختلفة من العالم. Do you have houses like this in your country? وهل عندك مثل هذه البيوت في البلد أو الدولة اللي بتعيش فيها؟ Different kinds of homes. تعالوا نشوف أول حاجة beehive houses. Beehive houses اللي هو في الصورة دي يا أولاد. وسميت بهايف هاوسز لانها تشبه الهايف، خليه النحل. تمام عندك these houses are called beehive. هذه البيوت بتسمى بهايف هاوسز. بهايف هاوسز ار ميد. تعال بقى نشوف، يجيب لك في الامتحان الصوره، عايز اسم البيت هتقول بهايف هاوسز. طيب البيت ده مصنوع من ايه؟ مع بعض كده نشوف. بهايف houses are made of mud من الطين and water والماء and dry grass والعشب الجاف. دي تاني معلومة للشطار اللي هيحفظوها. يبقى أول حاجة اسم البيت ومما يتكون which from it's made. أوكي تاني حاجة البلد اللي بتكون موجودة فيها في مين؟ beehive houses بتوجد in Turkey. توجد ان تركي، في تركيا. تمام يا ولاد ركزوا معايا، اللي اعملوا بالريد لاين الشطار اللي متابعين يسجلوا الجمل اللي انا بقول لكم عليها. ماشي يا شطار. طيب تعالوا نشوف ايه تاني معلومات عن البيهايف هاوسز. people build beehive houses in some hot and dry places. بيتبنوا في الاماكن الحاره والجافه. the mud walls الحائط اللي مصنوع من الطين are very small windows. بيكون لي الشبابيك بتكون صغيرة جدا. keep homes cool. خلي البيت دائما بارد. تمام يا ولاد ده البي هايف هاوسز. نيجي على الستايلت او ستايلت هاوسز. الستايلت هاوسز او الستايلت هاوسز بيكون موجود في كاليفورنيا. كده عرفنا اسم البيت والمكان اللي موجود فيه. تعالوا نشوف in some hot and wet places. بتبنى هذه البيوت في الأماكن الحارة والرطبة. people build houses on stilts على ألواح خشبية، يعني بتكون معزولة عن الأرض. stilt houses are built above the water. هذه أول حاجة.
اورلاند بتكون مبنية أعلى، يعني لما معنى كلمة أباف دي يا ولاد ما بتلمسش الأرض أو ما بتلمسش المياه، أعلى. تمام. ستيلت أو ستايلت are tree trunks، ألواح خشبية اللي هو الألواح الأشجار. The air flow under the houses، الهواء اللي بيعدي بقى تحت البيوت دي بيخليها keep them cool. أوكي تعالوا نشوف مع بعض الكيف هاوسز، المنازل اللي على شكل كهوف. الكيف هاوسز يا ولادي بتكون موجودة في سبين، في اسبانيا. كيف هاوس ار بيلت ان روكس، بتكون مبنية في الصخور فين اند ماونتينز والجبال. سان كيف هومز ار فيري اولد، بعض من البيوت الكهوف دي بتكون قديمة جدا. كيف homes stay cool during، تفضل باردة السمر طول الصيف. they stay warm during the winter، بس كده ده بتبقى كمان دافية جدا في الشتاء. كده احنا عرفنا انواع المنازل يا اولاد. في نوع اخير اللي هو sky scraper، اللي هو ناطحات السحاب، sky سكريبرز. اوكي عندك يا بطل وعندك يا بطلة طبعا من اشهر ناطحات السحاب في دبي، صح؟ اللي هو مين؟ برج خليفة، تصنيفه ان هو سكاي سكريبرز. تمام يا ولادي؟ تمام يا تيتشر. المكان برج خليفة سكاي سكريبر ان دبي ان سيتيزنز اول اوفر ذا وورلد، في كل مدن العالم. people live in tall buildings، بيعيشوا في بنايات طويله called sky scrapers. يبقى البنيان الطويل اللي التول buildings احنا بنطلق عليه كلمه sky scrapers. sky scrapers are made، مصنوعه من ايه بقى؟ are made of metal، معدن concentrate and glass، من معادن والزجاج. This skyscraper has more، طبعا بيتكلم على مبنى برج خليفة، بيتكون من more، أكثر من 160 floors، أكثر من 160 طابق، and 55 flats، و57 طابق. كده احنا انتهينا من ترجمة الدرس بتاعنا. تعالوا نشوف الأسئلة اللي هنجاوب عليها بعد القراءة. Find the answer behind house still styled house or cave house، يعني المعلومات اللي عندك دي هي بتتكلم عن مين؟ تتكلم عن behind ولا عن styled ولا عن الكيف؟ Which home is built in hot and dry place only؟ نرجع نشوف اللي في hot and dry place only. ها Yes, this is what beehive houses, hot and dry places. يبقى هنا البهايف houses اللي هنكتب مع بعض كده الشطار. الإجابة الأولى هتكون beehive houses. سوري. يبقى الإجابة الأولى إيه يا أبطال؟ ها beehive houses. تمام. طيب نيجي على جابت السؤال الثاني. Which home is built in hot and wet places؟ هننتقل نشوف مع بعض، هتلاقوها النوع الثاني اللي هي اولاد ستايلت هاوس او ستايلت هاوس على حسب النطق، بريتش او امريكان. يبقى النوع الثاني يا حلوين اللي هو ستيلت هاوسز. طيب هنا which home is made of wood، طبعا ده اللي هو ايه يا اولاد؟ ستيلت، صح؟ ستيلت هو المصنوع من الخشب. هنكتب هنا برضو
ستيت هاوس. اوكي طيب النوع الثالث، which home is made of mud، اللي مصنوع من الطين. طبعا ده الهايف، الهايف البي هايف سوري البي هايف هاوس. تمام، هو اللي مصنوع من الطين. طيب which home is made rocks، دوت مين بقى يا ولاد؟ الكيف هاوس. الكيف اللي هي البيوت اللي هي على شكل كهف وبتكون داخل الجبال او في الروكس بتاعنا. تمام كده يا ولادي، كيف هاوس. طيب هننتقل نشوف كده، احنا خلصنا الاسئله ديت بتاعتنا، جاوبنا عليها من خلال ترجمتنا للقطعه. نشوف يا حلوين ايه اللي مطلوب بعد كده. عندك هنا اكسرسايز ظريف جدا، عندك لانجويج تيب هنتكلم عليه دلوقتي، اللي هو are made of and is made of، مصنوع من is made of. لما بنتكلم عن مصنوع من شيء مفرد like window، يعني مثلا عندك هنا في جملة window is made of glass، مصنوع من الزجاج. لو قلنا جمع بنقول windows، windows are made of glass. تمام، بمعنى مصنوع من. طيب لما احب اسالك اقول لك مثلا this table which is made of، which this table، ماشي، هقول لك على الطاوله، اقول لك which it made of، مصنوع من ايه؟ هتقول لي the table is made of wood، من الخشب. تمام، بقول لك this is chairs، الكراسي. which from made it، هتقول لي it ولا they، هتقول chairs are، ليه؟ لأنها جمع are made of wood. تمام، يبقى أنا باخد لما بتكلم عن one thing، شيء واحد فقط، بقول is made of. لما بتكلم عن أكتر من شيء more than one، بكتب are made of. okay طيب تعالى هنا للاكتيفيتي دي، where do they live، اين يعيشون؟ تتكلم عن المكان اللي بتعيش فيه. اول بنت قالت to get to my home I go up in a lift، بتوصف المبنى بتاعها. يبقى ساكنه فين يا ولاد؟ دي ليلى، ليلى والصوره وراها. بتقول انا لما احب اوصل لبيتي بستخدم المصعد. يبقى ايه الشطار اللي حافظين انواع البيوت؟ يبقى سكاي سكرابر، هنكتب جنبها هنا ليلى ساكنه في سكاي سكرابر. تمام، طيب تعالوا نشوف محمد. محمد بيقول I get to my home I ride in a boat، وجايب لك صورة البيت بتاعه. ده اللي هو بيه يا ولاد ستيلت. اكسلنت، برافو عليكم. ستيلت او ستايلت مع بعض كده، ستيلت. هاوس، نيجي عند أحمد. My home has one room، عبارة عن حجرة واحدة. The room is round like circle، تشبه الدائرة. ده ساكن فين يا ولاد؟ جايب لك وراه بس هي مش موضحة. ده اللي هو ساكن في البي هاي، برافو عليكم. هنكتبها فوق البي هاي هاوس. عندك اسمها هريكا او تقريبا هريكا، بتقول لك هي ساكنه، انا غطيت على my bedroom inside mountain، في حضن الجبل، في داخل الجبل. يبقى ده ايه يا اولاد؟ برافو عليكم، كيف
خالص. تمام كده يا ابطال، تمام يا تيتشر. طيب كده احنا انتهينا من ليسون نمبر 8 وحل الاسئله بتاعته. عندك ليسون نمبر 9 ليسون نمبر 9 نشوف بيتكلم عن ايه مع بعض. ثواني بس نمسح اللي. تمام كده ليسون نمبر 9 يا ولاد بيتكلم use of English use of English. عندك الكلمات ديت احنا اخدناها قبل كده كمراجعة عن الكلمات اللي احنا بنحفظها. طبعا الطلاب الشطار المتميزين اللي بيحفظوا اول باول معايا هيكون سهل انهم يقرأوا هذه الكلمات. عندك listen and point to and say هنقرأ الكلمة ونشاور على الصورة. عندك هنا يا بطل الأبطال سلايد اللي هي الزحليقة. تمام عندك سوينج اللي هي المرجحة المرجح عليها يا ولاد. عندك ليدر السلم الخشبي. عندك تانل اللي هي الاسطوانة اللي ندخل من خلالها. عندك سيسو اللي هي لعبة الميزان. اند سبينر اللي هي لعبة الحلزونة معانا. طيب دي الكلمات طبعا بتحفظ قراءة وإملائيا. طيب يا حلوين الاكتيفيتي اللي بعد كده بيقول لك What would you like in your playground؟ تحب بقى عندك ايه في الملعب بتاعك او حديقة البيت بتاعك؟ طبعا دي عبارة عن العاب المطلوب منك ده نشاط صفي. تختار الالعاب اللي انت تحب تكون عندك في الحديقة بتاعتك او في النيو بلاي جراوند. كلاس 3 are going to have a new playground. الصف الثالث هيكون عنده بلاي جراوند جديد. تحب يكون عندك ايه؟ تمام الإجابة هتكون I like a slide in my playground. طبعا التيتشر هتسأل الطلاب السؤال اللي هو What would you like in your playground؟ ده السؤال بتاعنا. What would you like in your playground؟ الإجابة بقى الشطار I'd like دي يا ولاد يعني I would اختصار I would. Okay. I'd like to letter please. أنا أريد أو أفضل إحضار طبعا سلمين. هنعمل نفس النظام نفس الإجابة. What do you like or what would you like in your playground؟ هتجاوب بتقول خلينا نعمل جمل بسيطة مع بعض للطلاب اللي مهتمة. ها What would you like يا بطل؟ ها هتقول I would like كتبت الجملة هنا I would like وتكتب بقى يا بطل الحاجة اللي أنت عايزها. ها هتقول إيه؟ A slide slide أوكي وتكتب please من فضلك للأدب. طبعا لما نيجي نطلب حاجة من الأدب إن إحنا نقول please please أوكي. يبقى أنا عندي الإكسبريشن بتاعي اللي هو I would ده ثابت معايا اللي إحنا هنكتب كلمة اللي هو المقطع I would. تمام وتكتب بقى تختار أي لعبة من الألعاب اللي إنت حاببها تكون موجودة في الملعب بتاعك. I would like دي أساسية. هنا بقى هتكتب أي اسم سواء سلايد سوينج ليدر تانل سيسو سبينر. تمام وتكمل الجملة. طبعا أنا هنا هعمل مثلا زي نقاط كده أكتبها مفتوحة كده بس أنت تحط الكلمة اللي أنت عايزها. تمام in my playground تمام يا أبطال.
وتحط النقطة آخر الجملة. يبقى ده الاكسبريشن او دي الجمله الاساسيه بتاعتي اي وود لايك، وتحط هنا اي لعبه من الالعاب اللي تحب انها تكون موجوده، وتكتب ان ماي بلاي جراوند طبعا. تكتب بليز، قلنا لما بنطلب حاجه من الادب ان احنا نقول بليز. تمام كده حبايب قلبي، تمام. تعالوا نشوف الاكتيفيتي اللي بعد كده. ده الاستكمال للي احنا قلناه فوق يا اولاد، اللي هو الجمله I'd like تكتب A and A in my playground. اوكي، عندك كلمه to ايضا، امتى بنستخدمها؟ بص الجمله دي كده معايا، بصوا على الجمله دي كده معايا. I'd like bridge and I'd like swing too. لما بتعدد حاجة، أنا أفضل أو أنا أحتاج أو أنا عايز bridge and I'd like swing too، وكمان عايز swing. يبقى أنا بستخدم do sorry to. We can use to when you added something more، لما تبقى عايز تضيف حاجة تانية. تمام، لو انت مثلا في ريستورانت، انت في مطعم والويتر بيسالك انت هتاكل ايه، طبعا هتقول I would like some chicken and I would like some rice too، وكمان عايز شويه ايه بعد الرز. يبقى انا بستخدم to عند الاضافه لما احب اتكلم عن اشياء وبضيف حاجه الى القائمه بتاعتي. تمام كده حبايب قلبي، كده احنا انتهينا من ليسون نمبر 9. هنتوقف يا حلوين عند ليسون نمبر 10. النهارده خلصت حصتنا، لو في اي استفسار لحبايب قلبي الشطار قولوا لي على الخاص، مجرد ما اسمع استفساراتكم او اسئلتكم بجاوبكم عليها. يا رب نكون قدرنا نوصلكم ولو معلومه بسيطه، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.